قلت لكم هذا كله بالأمثال، تجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح، وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أعببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله، نعم خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم، وأترك العالم وأذهب إلى الآب. فقال له تلاميذهم: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عندي الله. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي، ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم. والأمن والسلام لجميعكم.